وحول هذا الموضوع نرحب بضيفنا مشاهدينا الكرام عبر سكايب فضيلة الشيخ محمود التركستاني وكيل جمعية علماء تركستان الشرقية. شيخ محمود السلام عليكم وتحية لك في البداية. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا. أهلا بك. في البداية في أي إطار ترى عقد هذا المؤتمر في هذا التوقيت من قبل الهيئة العالمية لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك أخي الكريم وأحيي المشاهدين الكرام. بالنسبة لعقد المؤتمر، طبعا تزامن عقد المؤتمر مع أحداث جسام خاصة في الهند في الآونة الأخيرة وفي تركستان منذ سنوات عديدة. نعم نعم شيخ محمود، ربما انقطع الاتصال مع شيخ محمود تركستاني. نعم طيب، إذن شيخ محمود معنا، ما زال شيخ محمود تركستاني معنا وكيل جمعية علماء تركستان الشرقية، تفضل. وهذا المؤتمر يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجازئ القائمين عليها خير الجزاء، وأن يكون هذا المؤتمر مساهمة كبيرة لتسليط الضوء على معاناة المسلمات في تركستان الشرقية وفي الهند. لماذا أقول هذا الكلام؟ لأن في أي حروب تحدث في العالم غالبا النساء هن أكثر من تتعرضن للاعتداء، وهن من يتعرضن للاعتداء سواء الجنسي أو البدني، وسواء في الغالب الأعم هن من يقعن أسيرات لدى الطغيان، لدى الظالمين، وهن من يتعرضن انتهاكا سواء من ناحية مثلا إلى الآن مثلا في الدول الأوروبية حتى هناك دائما مضايقة للمرأة المسلمة، أما الرجل يعني بحكم أنه لا يختلف كثيرا عن غيره من الرجال، نعم، سواء في المظهر أو غيرها في الغالب الأعم لا يتعرض لمضايقة. أما المرأة بما أن الإسلام فرضت عليها مظهرا معينا ولباسا معينا تعرف في أي مكان أنها مسلمة، نعم، ولذلك إذا أرادت المرأة المسلمة أن تلتزم بزيها الإسلامي ومظهرها الإسلامي تتعرض لمضايقة كبيرة في كثير من البلدان، ولكن طبعا أكبر هذه المضايقات في تركستان نعم. وهنا ننتقل